مشروع بالقتل. الزلمة أكل ضرب كتفه اليسار قريب من القلب، لازم توكلي له محامي. يعني فينا نطالعهم بالكفالة؟ هي شغلة القاضي، بس مثل ما عم قلك لازم توكلي له محامي على السريع. طب فينا نشوفه؟ فينا نشوفه؟ أمي أمي صوته بيقبل بيضرب. أنا عليك ليش هيك صار معك؟ ما عرفتوا شيء إذا مات الزلمة ولا لا؟ لا لسه ما مات، هيك قال الضابط. بس منو هذا الزلمة؟ وليش ضربته لك أمي؟ ما ضربته أمي، أنا ما ضربته. هو هدول تبعت الهونداي عم تخانق أنا وياهم، هجم علي واحد من بيناتهم، قام إجا الثاني رفع سكين بده يضربه، بده يضربني إلي مثل أنا خليت قامت إجت فيه. هي القصة كلياتها، بس أنتوا هلا لا تساووا شيء، لا توكلوا محامي حتى تشوف فادي. ومنو هذا فادي؟ فادي رفيق أبو حاتم اللي على الأسطوح. يعني ما نوكل لك محامي؟ لك شو أمي توكلي محامي؟ قال توكل محامي. شو محامي ما محامي؟ نحن قد المصاريف. هاي طيب وينه هذا اللي كان عم يضرب الموس؟ هرب يخرب بيته. ودي هم عليك. تقبر قلبي تقبر قلبي، لا تاكلهم. هلا بكره هذا اللي اكل الضرب بيقروا بيعترف مين اللي قتله. ان شاء الله بتقبريني انت. ليه بده يقروا يعترف؟ يخرب بيته جو من حرام هربان، لا عم يقروا لا عم يعترف. كسمو شو بقول لك، انت بتروح تاخذ مفتاح تبع الورشه بتفتحها كل يوم عادي رسمي، ها؟ وشو بيطلع معك اللي بتعطيها لامي مباشره؟ وبتروح كمان لعند ابو حاتم في تحت الدعسه، الدعسه تبع السياره ناحيه الدبرياج في المفتاح تبع الطياره، بتروح رش لهم بس لطيور حط لهم مي. طب وين الشغل حندي معي؟ ايه معلش. يلا امي تقوم روح، الله ما عدا وقلبكم، قوموا يلا جوعتكم من المكفاه. نزير تقبر قلبي تقبر قلبي، دير بالك على حالك. وانا امي رح ابعت لك اكل وهيك كرديش لحم. خلاص امي قوموا انتوا، قوموا يلا جوعتكم من المكفاه، قوموا يلا. الله معك الله معك الله معك. ان شاء الله دايما يا جلال بيك. صحتين. وانا قل لي عندك شيء؟ لا ابدا. استناني على التراس. يا نعيم استنى. شوف يا محدين، أهم شيء بعالم التجارة السرية والتكتم أثناء دراسة المشاريع، لأن الخصوم دائما متربصين وأي خبر أو خطأ ممكن يستفيدوا منه. فاللي بدي إياه منك أنك تكون حريص وبخيل بأحاديثك عن مشاريعك. يعني لا تقول فول لا يصير منك يول. آها يا عيني عليك. أيوة، ومين هذول الأعداء اللي عم تحكي عليهم؟ كل مين برات البيت هن الأعداء لك. طبعا بقصد بعالم التجارة. المهم اللي بدي اياه منك انك تكون كتوم، لا تفكر بشي تاني ولا يهمك. إلك علي ما جيب سير لحدا بنوم. برافو عليك، هذا اللي بدي اياه منك. ما قلت لي كيفك انت ولولو؟ مناح ماشي الحال. يلا عن اذنك رايم شوفها.